حالة من عدم الاستقرار الجوي تأثرت بها المملكة يوم السبت، لكن هناك تغيرات على الحالة الجوية يوم الأحد ويوم الاثنين. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. إذا بدأت المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة نهار اليوم السبت، حيث تأثرت أو هطلت زخات من الأمطار في العديد من مناطق المملكة، خاصة المنطقة الجنوبية، كنتيجة لتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية فوق الأراضي المصرية، عملت على تكاثر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، عملت على هطول زخات من الأمطار نستطيع مشاهدتها من هذه الصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. مع انتشار هذه الكميات الكبيرة للغيوم الناتجة عن تشكل لحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي بدورها ناتجة عن هذه الكتلة الهوائية الباردة المندفعة من الأراضي التركية باتجاه الأراضي المصرية عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، واضحة هنا بهذا الالتفاف للغيوم حول مركز هذه الكتلة الهوائية الباردة. هذه الكتلة الهوائية الباردة مع تحركها جنوبا نحو الأراضي المصرية عملت على نشوء هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة في مناطق واسعة، ليس فقط في الأردن وإنما في عموم منطقة بلاد الشام، العراق، وأيضا شمال المملكة العربية السعودية، وأيضا الأراضي المصرية. نستعرض الآن خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم السبت وحتى يوم الأحد. يوم السبت أحوال جوية غير مستقرة في مناطق واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط، زخات من الأمطار متوقعة على عموم شمال مصر وأيضا عموم الأراضي الفلسطينية، أجزاء من لبنان وسوريا، وأيضا الأردن، خاصة المنطقة الجنوبية من الأردن، حيث تأثر بشكل أساسي بهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. خلال مساء يوم السبت يتوقع أن تبلغ هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ذروتها، وتصبح فرصة الأمطار واردة في المنطقة الشمالية الوسطى وأيضا الجنوبية وحتى الشرقية، مع تحرك مركز هذه الكتلة الهوائية الباردة شرقا باتجاه شبه جزيرة سيناء، وبالتالي هناك تحسن على فرصة وزخات الأمطار اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت وخلال ساعات ليل السبت على الأحد. لكن خلال اليوم الأحد بإذن الله تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية بعيدا نحو الأراضي العراقية، ينتج عنها انخفاض كبير على درجات الحرارة في عموم منطقة بلاد الشام والأردن، لكن حالة عدم الاستقرار الجوي تتراجع لتصبح عبارة عن تيارات غربية رطبة، أجواء باردة ضبابية وزخات من الأمطار خلال ساعات نهار يوم الأحد. سرعان ما يستقر الطقس تدريجيا مع ساعات مساء يوم الأحد، مع ابتعاد هذه الكتلة الهوائية الباردة بعيدا وارتفاع في قيم الضغط الجوي، بالتالي هناك عودة للاستقرار على الطقس اعتبارا من يوم الاثنين وارتفاع على درجة الحرارة أيضا. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غير مستقرة، الطقس غالبا قائم مع زخات من الأمطار، 5 درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 3 درجات مئوية فقط، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الأحد 11 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 5 درجات مئوية، يستقر الطقس يوم الاثنين 12 إلى 6 وارتفاع ملموس على الحرارة يوم الثلاثاء 15 إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية نبدأها اليوم الأحد، نبدأها من المنطقة الشمالية. تبقى هناك الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في إربد وعجلون وجرش، إربد 15 إلى 10، عجلون 13 إلى 9، وجرش 14 إلى 8، والمفرق أجواء غائمة جزئية مع 14 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا تبقى فرصة لهطول زخات الأمطار واردة في عموم المنطقة الوسطى، خاصة خلال ساعات الصباح، البلقاء 12 إلى 7، مأدبة 13 إلى 5، البحر الميت 20 إلى 15، عمان 11 إلى 5، وزرقاء 14 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 11 إلى 6، الطفيلة 10 إلى 6، مع أجواء ضبابية وماطرة، الشوبك فرصة لزخات من الأمطار، قد تكون أمطار مخلوطة بالثلوج خلال فترة الصباح مع 9 درجات مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 4 درجات مئوية، أيضا فرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في العقبة مع 20 إلى 14 ومع 12 إلى 5 درجات مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 18 إلى 5،
الصفاوي 18 إلى 4 ورويشة 18 إلى 4 أيضا مع تفرق لبعض الغيوم. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.